منى، انت النهارده وانت بتاخدي بطولات متعاقبه وبتاخدي دور زي شيهان السادات، بتقولي هي كان فتى احلامها بالنسبه لها، وكانت صغيره يعني، كانت في مرحله مبكره من العمر زي كده وانت شابه وصغنطوطه. فتى الاحلام فين يعني؟ انت النهارده عندك 22 سنه وكنت مريتي بخطبه، ارتباط خطوبه ولم تستمر، وكانت تجربة يمكن صعبة عليكي شوية يعني مش قوي يعني. لا مش قوي. طب كويس، الحمد لله ما كانتش صعبة. ف مين فتى أحلام منى زكي اللي هي النهاردة فتاة أحلام جيل بحال؟ هو كل بنت بتتمنى إنها حقيقي تتعرف على شاب يبقى إنسان قوي، يبقى طيب قوي وحنين قوي، لكن انا بالنسبه لي بيبقى مهم قوي كمان ان هو يبقى شهم. يعني الشهامه دي انا ابتديت احس انها شويه تقل، فقلقانه جدا على الموضوع ده. حابه ان البني ادم اللي ارتبط بيه يبقى حابب جوهري اكتر من شكلي، لان الجمال مش بيدوم وعمره ما بيدوم، وانا اصلا مش جميله قوي، فدي حاجه تانية يعني. وانا مش جميله قوي. مين اللي قالك الكلام؟ لا انا شايفه كده يعني. لا احنا شايفين غير كده. انت زي القمر، بتخزي العين، بتخزي العين، انت زي القمر. ميرسي. بس امال الوحشين يعملوا ايه بقى؟ لا. وبعدين فانا اهم حاجه ان هو حقيقي يبقى شهم، يبص لجوهري اكتر ما يبص لشكلي، ويبقى شخص ذكي وعنده حاسه فنيه. مش مهم عندي يبقى غني، لان ده تفكير انا شايفاه متخلف خالص. الواحد يفكر ان يرتبط بشخص غني، لان الفلوس برضو بتيجي وتروح، اي حاجه بتيجي وتروح، انا حقيقي ما بتستهونيش يعني. فبس دي الحاجات يعني. بس شهم ومش غني. ومش غني. طب لو طلع غني؟ لو طلع غني يبقى يعني عادي، بس افضل حقيقي ان احنا نبني نفسنا بنفسنا، انا حابه ده اكتر يعني. عايزه بقى عيش العصفوره يقضينا والكلام الرومانسي ده. لا حقيقي، اصل بتبقى لذيذه ان الواحد يبتدي حاجه يبنيها بنفسه، لانه بيحس بيها قوي وبتبقى غاليه عنده قوي. لو قلت لك مواصفات فتى الاحلام في نظرك بقى، مين شكله؟ شكله مين؟ زي مين؟ زي عمر الشريف. عمر الشريف طبعا. مش محمد هنيدي. طب لو قلت لك تمثلي مع محمد هنيدي ولا محمد صبحي النهار؟ لا انا امثل، لا محمد صبحي، لان السبب واحد، انا هنيدي صاحبي وكل حاجه وانا بحب جدا الشغل معاه، لكن ان انا اكتسب خبره من محمد صبحي دي حاجه بالنسبه لي مهمه. أيه. وهتبنيني اكتر في مستقبلي يعني بشكل واضح. محمد لان احنا من نفس الجيل ولاننا بنشتغل مع بعض وبنطلع مع بعض، فممكن في اي وقت ان شاء الله يعني نشتغل، واحنا اصحاب اصلا فمش هتبقى مشكله. انما استاذ محمد صبحي حقيقي حقيقي هكتسب منه خبره وهتنفعني بعد كده في حياتي وفي شغلي، فيبقى مهم ان انا استغل الفرصه دي. ايوه.